قبل كده كنا بنعاقب الجمهور عشان شتم وعشان في تصرفات ممكن نكون شايفينها غير سليمة من الجماهير في المباريات أو بعض المباريات. طيب مباراة سان داونز الأخيرة، هل طلع أي لفظ من جماهير النادي الأهلي خلال هذه المباراة؟ هل المظهر الرائع اللي شفناه خلال مباراة الأهلي وسان داونز تشوب أي شائبة في أي حاجة حصلت من جمهور النادي الأهلي إطلاقا؟ الراجل المخرج في المباراة ما قفلش الصوت ولا مرة، كنا سامعين صوت الجمهور عادي جدا، وكانوا 90 دقيقة في الحقيقة وبعد 90 دقيقة بيشجعوا النادي الأهلي. فهل ده جزاءهم يعني؟ يعني الناس أبدوا حسن النوايا وبيشجعوا فريقهم بس وعايزين يأزروا النادي الأهلي خلال الفترة دي، خلاص ما عندناش غير الدوري والكاس دلوقتي لو الكاس اتلعب يعني. فالجمهور كله عايز يساند فريقه في منافسة قوية وصعبة جدا، ودي حقوقه، أبسط حقوقه طبقا للوائح الخاصة باتحاد الكرة قبل بداية الموسم وطبقا للاتفاقات وكل حاجة يعني. أنت ليه بتحرم الأهلي من حقه؟ ما هو الجمهور ده عنصر من العناصر بالنسبة للنادي الأهلي في المباريات. أنت ينفع دلوقتي تيجي في مباراة بيراميدز تقول لهم لا ما تلعبوش كينو مثلا، ما تلعبوش أي حد من عبد الله سعيد، ما تلعبوش أي حد من اللعيبة الموجودين؟ ما ينفعش. أنت برضو ما ينفعش تقول لنا ما تلعبوش من غير جمهور. طبعا حق الأمن وكلنا بنحترمه وكل الكلام ده، إحنا يعني مقدرين جدا جدا كل المجهودات اللي بيعملوها، لكن في نفس الوقت لازم نكون منطقيين شوية. ما فيش أي مبرر إن الأهلي ما يحضرش أو جمهور الأهلي ما يحضرش هذه المباراة. خايفين إن الأهلي يشتم؟ يعني الأهلي مش هيشتم، جمهور الأهلي مش هيشتم. جمهور الأهلي لو كان عايز يوصل رسالة فهو وصلها خلاص. جمهور الأهلي دلوقتي مركز مع فريقه ومركز في إزاي إن النادي الأهلي يقدر يفوز بأصعب بطولة دوري من فترات كبيرة جدا جدا في منافسة ثلاثية، واحنا كلنا مستمتعين بهذه المنافسة. طبعا انتماءات كل واحد فينا، كل واحد بيتمنى الفريق اللي بيشجعه هو اللي يفوز بالدوري، ده شيء طبيعي وعادي جدا في العالم كله. لكن يعني ما تحطش عراقيل لفريق عن الآخر، لازم يكون في تكافؤ فرص. مبدأ تكافؤ الفرص اللي كل الناس تتكلم عليه خلال الفترات اللي فاتت، قالوا لك لا لازم بيراميدز، قالوا لك لا لازم الأهلي يلعب بالزمالك الأول مباراة الدور الأول عشان احنا نلعب المباراة بتاعتنا. ماشي، دلوقتي هل الزمالك لعب مع الإسماعيلي أي ماتش هذا الموسم؟ مفيش. الإسماعيلي والزمالك هيلعبوا ماتشين ورا بعض، الدور الأول والدور الثاني. هل الأهلي اتكلم أو قال أي حاجة؟ لا، الأهلي يعني أكبر من كده. لكن في نفس الوقت ما تجيش على حقوقه، في نفس الوقت ما تحطش عراقيل وتشتيت كمان للاعبين. هل الموضوع ممكن يكون تشتيت؟ يعني ممكن ان انت بتحاول ان انت تشتت لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه مهمه زي دي بموضوع الجمهور ولا مش الجمهور وكلام من ده؟ مش عارف، انا حاسس ان في اتجاه ضد النادي الاهلي. دي طبعا جماهير النادي الاهلي في ماتش سان داونز منظر ومظهر اكثر من رائع، ده بعد المباراه وخرجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هم هنا بيحيوا لعيبه النادي الاهلي، البعض كان متوقع ان يبقى في شتايم بقى للعيبه وفي تكسير كراسي والامور هتتقلب ومش عارف ايه وكلام من ده. خالص، منظر اكثر من رائع.